السلام عليكم أساتذتنا الأعزاء. في هذه المحاضرة سوف نحاول أن نتكلم عن الطريقة الأولى لوضع الأسئلة بصيغة الوورد ومن ثم تحويل الملف إلى صيغة الـ QTI لكي تستطيع منصة الكونفرنس أن تتعرف عليه. أولاً راح نتعرف على كيفية كتابة هذه الأسئلة، إذ هناك نسق معين يجب أن نراعيه عند كتابة الأسئلة، وإلا سوف يحصل هناك خطأ ولن تستطيع من رفع الأسئلة إلى المنصة إلا بالطريقة اليدوية. حسب المقترحات أن تكون الأسئلة بصيغة الـ MCQ وكذلك بصيغة الأسئلة المقالية. أوكي، بس لازم قبل هذا لازم ننوه عن فشي، انه في منصة الكونفرنس لازم نعمل البانك اوف كويستشن. هذا البانك اوف كويستشن اللي حيكون موضوع في منصة الكونفرنس من ممكن يحتوي على 50 60 90 سؤال. شوف انت يعني كتدريس ايش قد تقدر تخلي بيه. هاي ال 50 او ال 70 سؤال يجب ان تكون مقسمه الى عدد من الجروبات، كل جروب يكون حسب نوع السؤال. فمثلا الجروب الاول هو ترو اند فولس، الجروب الثاني فيل ذا بلانكس، الجروب الثالث مالتي تشويسز، الرابع خلينا نقول الاسئله النصيه او المقاليه الى اخره. شنو الغرض من هذا البنك او هاي الاسئله؟ هذه الاسئله راح تظهر للطالب بشكل ايش؟ عشوائي وحسب الجروبات التي قسمت لها. بمعنى لو كان الامتحان مثلا مكون من 4 أسئلة، كل سؤال من هذه الأسئلة يحتوي على 5 فروع، وعليه عدد الأسئلة هو شقد؟ هو 20 سؤال. ثم تم أخذها العفو كلها أو جميعها من هذه الجروبات التي وضعها التدريسي في بنك الأسئلة، وبصورة حتكون عشوائية بحيث كل طالب راح يظهر له عدد من الأسئلة مختلف عن الثاني، وكلما زاد عدد هذه الأسئلة الموجودة في البنك أوف كويستشن إذا معناتها كلما قلت نسبة تكرار الأسئلة اللي راح تظهر وين؟ للطالب، أي ظهور سؤال معين لأكثر من طالب. وهي حقيقة جربناها، وضعنا عدد كبير من الأسئلة، نسبة اللي نزلنا مثلا 20 طالب، نسبة اللي وصلهم كتكرار يعني كلش بسيطا 2% فقط من النسبة الإجمالية. بس هذا طبعا يعتمد على عدد الأسئلة الموجودة وين؟ في البنك أوف كويستشن. أوكي، هسا شلون نبدي نشتغل الطريقة الأولى؟ أول شغلة طبعا راح نفتح ملف الوورد. هذا نجي نفتح ملف الوورد موجود عندنا، نختاره. أوكي، هذا ملف الوورد. أول كلمة راح نشتغلها بملف الوورد هي كلمة جروب. هذا التسلسل، تسلسل مثل ما يقولون علمي ما يتغير، هذا النسق. فكتبنا كلمة جروب، هسه انتر، نزل المؤشر إلى الأسفل. راح نبدي بكتابة السؤال الأول، ولنفرض السؤال الأول هو أنه يعني نختار خيار واحد من مجموعة خيارات اللي هو multi choice question. أوكي، فشو نجي نكتبه؟ راح نكتب 1 دوت، نضغط على السبيس بمقدار فراغ 1، يعني ضغطة واحدة على السبيس. الآن راح شو نسوي؟ راح نجيب السؤال، راح نجيب السؤال، هذا هو مثلا السؤال، لنفرض هذا، سوي له كوبي حتى شوية أسرع الموضوع. أوكي، خلي هنا، راح أضغط أنتر. طبعا أوخر هاي الاثنين اللي ظهرت عندي، وخرناها. هسا شو راح نسوي؟ راح نسوي كيفية إضافة مجموعة يعني الخيارات أو الاختيارات. شو نجي نسويها؟ حنكتب الـ A، يعني إذا كانت هاي الإجابة الأولى مو هي الصحيحة، انتبه وياي، فراح أكتب الـ A ومن ثم الشيفت، القوس المغلق الموجود فوق الصفر. الآن سبيس واحد بين قوسين يعني فراغ، أجي أكتب الكلمة الأولى يعني أو الجواب الأول. كتبنا ها هنا، أوكي، هسه انتر. حتى لا تظل تطلع لي هسه هاي التسلسل راح أوخرها، لأن أنا إذا أكتبها وستعرفون ليش الغاية من هذا الشيء.
هسه اني اريد اخلي الجواب الصحيح. شلون اخلي الجواب الصحيح اللي راح تتعرف عليه المنصه؟ شفت النجمه الموجوده فوق الثمانيه، بعدين حرف البي، بعدين شفت اغلق القوس المغلق اللي هو يعني فوق الصفر هذا القوس، ومن ثم ايضا سبيس واحد بمقدار سبيس واحد. اجي هسه اخلي الجواب الصحيح، لنفرض هذا هو الجواب الصحيح، هنسوي له كوفي، ايضا هنخليه هسه وين احنا، اوكي. هسه انتر، نخلي الحاله الثالثه هنسويها مثلا اللي هي سي، شيفت القوس المغلق الموجود فوق الصفر، سبيس واحد اللي هو فراغ واحد، وراح نخلي الكلمه او الخيار الثالث. هسه المفروض من راح ترفع الأسئلة إلى منصة كانفاس حسب هذا السؤال أو الفرع من السؤال راح تتعرف عليه أنه الخيار الثاني هو الصحيح لكون موجودة هاي النجمة. هسا الانتر، انزل لي جوا. هسا راح أكمل بقية الأسئلة اللي هي المفروض أنا شو مسوي؟ مسوي الجروب الأول. هذا الجروب الأول يجوز بيه 30 سؤال، كل هاي الأسئلة هي عبارة عن المالتي تشويس كويستشن، مفهوم أساتذة؟ آسف على كلمة مفهوم، يعني أرجو أن يكون هذا واضح في الجروب الأول. الجروب الثاني إيش راح يصير؟ الجروب الثاني إيش راح يصير؟ حيصير مثلا أيضا 30 سؤال، بس هالمرة إيش؟ خلينا نقول الخيارات المتعددة. الجروب الثالث مثلا حيصير بي أيضا في 20 سؤال اللي هو خلينا نقول الأسئلة النصية وهكذا، أوكي. فس 2 دوت فراغ واحد بالسبيس، راح ناخذ هسه السؤال الثاني ونفرض هذا، اوكي خليناه انتر. هسه نفس الحاله، بس لما راح نخلي خلينا نقول الخيار الاول هو الصحيح، فش راح اسوي؟ شيفت اروح على ثمانيه نجمه الاي، ماكو اي فرق ما بين النجمه وما بين الاي، شيفت اسد القوس المغلق. هسه اضغط على سبيس بمقدار ضغطه واحده، بمعنى واحد اخر يعني فراغ واحد، اخذ هسه الحل الصحيح الاجابه الاولى خليها هنا. هسه نخلي الاجابه الثانيه، بما انه هي اجابه خاطئه لان احنا حددنا الصحيحه فراح تكون بي، شيفت قوس المغلق سبيس واحد، نكتب يعني فد إجابة أي يعني فد أي إجابة أخرى ونفض هاي وهكذا. الآن إحنا هسا شنو اللي سوينا؟ أنا هسا كتبت مثلا فد 20 فد 30 سؤال كلها multi choices question، أوكي. هسا نريد مثلا نسوي الترو اند فولس، مثلا خلينا نقول هسه النوع الثاني من الاسئله خلينا نقول ترو اند فولس. شو راح نسوي؟ هسه مثلا ثلاثه او تريدون تتركون فراغ، ثلاثه دوت سبيس بمقدار واحد، هنا انا بقى امسحها حتى لا تصير هاي الحاله، ثلاثه اوكي ثلاثه دوت مثل ما قلنا اوكي حتى لا تصير، نرجع هنا هكذا حتى لا تتحاول لصغير، ثلاثة دوت سبيس. احنا قلنا هنا راح نخلي صح وخطأ، فراح ناخذ هذا مثلا السؤال كوبي نخليه مقدار واحدة واحدة، اوكي. هسه انتر، بمعنى اخر انا عندي خيارين لو ترو or false. فنفرض انه هنا حسب ما تشوفون هذا المثال اني هو خطا، فاذا الاول واحد الصح ما راح يكون هو الجواب الصحيح، فلهذا ايش راح اقول؟ حقول A shift فوق الصفر القوس المغلق، ومن ثم بمقدار سبيس واحد، واكتب شنو؟ كلمه لترو، اضغط هسه هنا. هسه ايش راح اسوي؟ حكتب لازم الجواب الصحيح لانه اني حسب هذا الاسئله هو فولس، فشيفت النجمة الموجودة فوق الثمانية. هسه اجي على حرف البي، بعدين الشيفت
أغلق القوس ها هنا اللي موجود فوق الصفر، ومن ثم أضغط على الـ space بمقدار وحدة واحدة، وش راح أكتب هنا؟ راح أكتب عبارة عن false. أوكي، هسه نكتب، يعني خلينا نقول باقي الأسئلة الخاصة بالترو اند فولس. إذا رقم 4 دوت space بمقدار خطوة واحدة، ناخذ السؤال الثاني ولنفرض هذا، كوبي نضعه هنا، اوكي خليه هنا، هسه الانتر. هسه شو راح نسوي؟ راح نحاول هسه نكتب الاجابات الصحيحة. بما انه هو هذا السؤال صحيح، يعني اذا الاي هي الصحيحه، فاذا شفت النجمه الموجوده فوق الثمانيه، ومن ثم الاي، ثم شفت القوس الموجود فوق الصفر، ثم سبيس بمقدار يعني واحد، وش راح نكتب هسه بالنسبه لهنا؟ راح نكتب ترو. بعدين نرجع على البي هنا، ثم شفت فوق الصفر القوس بمقدار سبيس واحد، وش راح اكتب؟ راح اكتب الفولس كإجابة هنا حتكون ايش؟ الخاطئة. اوكي، هسه كملت خلينا نقول ايضا فد 20 30 سؤال بجروب بصفحة خاصة بالوورد، خليت هسه على الصفحة حتى ابدي خلينا نقول النوع الثالث من الأسئلة، إذا كانت ملتي أنسر كويستشن، أكثر من إجابة صحيحة. نفس الحالة راح نقول خمسة، طبعا حسب السؤال مالتك، بعدين دوت، بعدين سبيس، راح نجي نخلي أول سؤال، لنفرض هذا هو أنا اللي حاخذها كمالتي، أوكي، فكوبي، فهنا أنا راح يختار أكثر يعني إجابة، فهذا سوبر، نجي الإنتر أيضا، بس هنا أنا شو راح يصير؟ بما انه هي اول شيء اكثر من اختيار، فراح تصير الصيغه هنا تختلف عن سابقتها. حصير كالتالي، راح ناخذ هذه النوعيه من الاقواس. اوكي؟ اذا هنا انا اكتب هسه العباره ما تعبر عن السؤال، بين قوسين ان العباره خاطئه. فش راح اسوي؟ افتح هذا القوس الكبير، فراغ بمقدار سبيس، ثم اسد القوس، اوكي؟ أسد القوس، هسه أخلي فراغ، وأجي أخلي الإجابة الأولى الخاطئة، الإجابة الأولى إيش؟ الخاطئة، إحنا قلنا هذا خاطئة، خليتها هسه هاي هنا. هسه يجوز أنا أيضا أخلي وحدة من الإجابات الصحيحة، فشو راح أخليها؟ أيضا هذا القوس الكبير، شفت بعدين النجمة الموجود فوق الثمانية، ومباشرة أسد، يعني كأنه هاي النجمة صارت بهذا الفراغ. نرجع هسه ابتعد سبيس واحد، فراغ واحد عن القوس، أوكي، ونخلي واحدة من الإجابات الصحيحة، لنفرض حنخلي هاي، راح ارجع اخلي اجابه غير صحيحه، فبالتالي قوس كبير، فراغ بمقدار واحد سبيس، ثم نسد القوس الكبير، ثم فراغ بمقدار واحد سبيس، وراح نخلي خلينا نقول احنا مثل ما اتفقنا اجابه اخرى غير صحيحه، ونفرض هذه الاجابه. هسه الاجابه الثانيه الصحيحه يكون قوس كبير، شفت، ومن ثم نجمة، قوس صغير، آسف، قوس كبير ثاني للغلق، ومن ثم فراغ بمقدار سبيس واحد، ونأتي به الإجابة الثانية الصحيحة اللي هي لنفرض هذه. أوكي، كملنا هسه احنا الفرع الاول خلينا نقول من السؤال الفلاني. هسه نريد نسوي فرع اخر، هذا الفرع ايضا هو عباره عن ايش؟ عن ملتي انسر كويستشن، فايضا
شرح شلون نكتب السؤال. سؤال بنفس الطريقة، هي 6 دوت فراغ 1 سبيس، نجيب السؤال اللي نريده، ولنفرض هذا السؤال، هذا اوكي نخليه. نجي هسه حتى نضع الإجابات الصحيحة والخاطئة. فأول واحد قوس كبير، إذا حنخلي هنا إجابة صحيحة، فإذا شفت النجمة موجودة فوق الثمانية، ومباشرة نسد القوس وسبيس واحد يعني فراغ واحد نبتعد، فراح نخلي أول إجابة صحيحة واللي هي مثلا هذه. أوكي راح نخلي هسه إجابة خاطئة، فش راح نسوي؟ قوس كبير سبيس بمقدار فراغ واحد، نسد القوس الكبير، وبعدين أيضا فراغ بمقدار سبيس واحد، ونجي نخلي إجابة خاطئة، نخلي فد إجابة خاطئة، ولنفرض هذه الآن. راح نخلي الإجابة الثانية الصحيحة أيضا قوس كبير، قوس كبير شفت النجمة، ثم شفت العفو مباشرة نسد القوس الكبير فراغ بمقدار واحد، نضع الإجابة الصحيحة الثانية. هسه احنا خلصنا النوع الثالث من انواع الاسئله، خلينا نروح على النوع الرابع من انواع الاسئله. شلون يكون هذا النوع الرابع؟ اللي هو انشاء سؤال نصي. اوكي؟ اللي هو الاسئله كويستشن. سيظهر للطالب طبعا مربع نص للكتابه والحل فيه، ايضا كتابه السؤال مثل السابقات، بمعنى هسه هم نفس الحاله، تسلسل السؤال بعدين دوت، بعدين خلينا نقول بمقدار سبيس واحد فراغ بمقدار سبيس واحد. راح نجي ناخذ هسه مثلا الاسئله المقاليه، خلينا ناخذها من غير مكان، المفروض هنا ناخذها، خلينا ناخذ هذا السؤال كسؤال مقالي. اوكي نجي ايضا نخلي هنا هذا السؤال المقالي، بس حتى يفهم تفهم منصه الكومباس انه هذا سؤال مقالي، شلون حجي انطي الصيغه؟ راح انتر نزل الجوة شيفت والاندر سكور ثلاث مرات، واحد اثنين ثلاثة. اوكي مفهوم. ننزل هسه الجوة، خلص فهمت هسه الحاسبة العفو المنصة انه هذا السؤال هو عبارة عن سؤال ايش يعني نصي سوف يقوم الطالب بكتابته. هسه اذا اردنا نسوي سؤال يعني ابلود فايل، فشو راح نجي نكتبه؟ هم نفس الحاله، نجي التسلسل مال السؤال والدوت، ومن ثم سبيس بمقدار فراغ واحد، وراح نكتب ايضا خلينا نختار مثلا من هنا لنفرض هذا السؤال. اوكي نفرض هذا السؤال، نضعها هنا وايضا الانتر، لكي تفهم المنصه انه هذا الـ هذا الـ هذا النوع من الـ الاسئله هو عباره عن ابلود فايل، ايش راح اسوي له؟ شيفت اذهب الى رقم 6 واربع مرات اضغط عليها فتظهر لنا علامه ايش؟ علامه الرفع، علامه الاس، علامه الرفع. اوكي الخطوه الاخيره لعمليه انهاء كتابه الاسئله يجب ان نكتب هذه العباره and group and shift underscore ايش كلمة group، فراح نجي نكتبها. هل يا ترى خلصنا شغلنا؟ لا لحد الآن ما خلصنا شغلنا، بس خلي نخلص من هاي الشغلات ونكبر هذا. اوكي اول شيء خلي احفظها، خلي احفظها وهاي كنسخة الي يعني كوورد كنسخة إليها براوز. اوكي خليتها على الديسكتوب مثلا، خليناها حتى انها كنسخة. اوكي هسه شو نسوي؟ هسه شو راح نسوي حتى نحول هذا ملف الوورد الى كيو تي اي؟
راح أروح على كلمة فايل، راح أروح على كلمة Save As، ومن ثم براوز. راح تظهر لنا، نحدد طبعا ديسكتوب، حددنا الديسكتوب. هنا نجي على هذا الامتداد، نضغط ها هنا، راح أذهب إلى الامتداد TXT، هذا هو الامتداد. أضغط، أنتظر قليلا، أضغط على كلمة سيف، راح تظهر لي هذه، أو يعني هذا مربع الحوار، أو مربع الحوار هذا. شو راح أختار من عنده؟ راح أختار من عنده هذا الخيار اللي هو Other Encoding، أوكي، Encoding، Other Encoding، فأخليه هنا صح. من أجي هو شنو، هو ليش الغرض هذا؟ لكي لا تحصل عندنا أي مشاكل في اللغة، لكي لا تحصل لدينا أي مشاكل في اللغة. هسه خليتها أنا أنزل لي جوا على فد خلينا نقول فد امتداد معين. شنو هو هذا الامتداد؟ اللي هو الـ UTF-8. الـ UTF-8، استواني. هياته اختاره، ومن ثم نقول له اوكي. شنو اللي صار هنا؟ طبعا غلقت النافذه، انخلق عندي ها هنا باعوا تكست، هذا هو، هذا هو انخلق موجود هنا اللي هو التكست. شو راح اسوي هسه بهذا التكست؟ سنعمل الان الى تحويل هذا ملف التي اكس تي الى ملف كيو تي اي. شلون؟ نفتح المتصفح، راح نروح الى جامعه سان دييغو ستيت يونيفرستي، راح اروح هنا على هذا الموقع. عندهم هنا هذا الموقع او الصفحه، في حالة دروب فايل هير تو ايش تو كليك تو ابلود، راح يتحول مباشره اي ملف تي اكس تي راح تحوله الى كيو تي اي. فراح اوكي، وش راح نجي؟ راح نجي نخلي هنا على مود نشتغله. فمن نذبه هسه هذا هنا، ننتظر قليلا، شوف راسا ايش حول لي، حول لي الملف الى هذه الصيغه. اوكي، هقول له بدء التحميل، هقول له بدء التحميل. هسه انزل لي الملف وين؟ نروح على الفايلات المضغوطه هياته، راح اسحبه واخليه على الديسكتوب. سحبناه وخليناه على الديسكتوب. اوكي، شو راح اسوي هسه اني؟ هذا التكست التي اكس تي اخليه احاول يمه واحد يم الثاني. هسه هقول لكم ليش. ولا ما خليته، هذول اثنيناتهم حضللهم، هذول اثنيناتهم راح اضللهم واحولهم الى ملف زئ. حتقول لي اوكي، هو هذا امتداده. حقول لك هو هاي الطريقه حتى شنو تضمن انه العمليه، حتى هذا التكست لازم حتى اختاره. فسكليك كيمن، راح اروح ايش؟ اد تو اركيف، اضغط ها هنا، اضغط على كلمه الزب. حسب التعليمات نخلي لازم نسيت باسورد، راح اضغط ها هنا، نخلي مثلا فد باسورد معين انت تريده. هو شنو الغرض من هذا الباسورد اللي انا سويته؟ الغرض حقيقه في حاله لا سمح الله، لان هسه هنا المرحله هو هسه بدنا نحكي احنا على الامتحانات هسه النهائيه، بدنا نحكي عن الامتحانات النهائيه. بهاي المرحله التدريسي خلص شغله ولا متاكد انه الفايل صحيح كشنو؟ كمنصة اللي هي المنصة الأمريكية مال جامعة سان دييغو، بس حولته، لأن هو ترى لحد الآن احنا ما نعرف هذا الملف صحيح إلا ورا ما يرفعه أبو اللجنة الامتحانية إلى المنصة ويدخله هناك. هسه بعد شوية حنشوف ويتأكد من صحته. فلذلك لذلك لذلك وهذه من تعليمات اللجنة اللجان الامتحانية، الأستاذ أقل شيء قبل 3-4 أيام قبلها لازم يكون مسلم بانك أوف كويستشن، ومسلم الاسئله، او على الاقل العفو، بس البنك اوف كويستشن مسوينا في 60 سؤال وخالها بيها بهالطريقه ورافعها اقل شيء 3 ايام الى 4 حتى يكون صحه الاسئله، حتى لا تصير عندنا مشاكل. اوكي، فهسه شو اقول له؟ حقول له اوكي ولا ما سويتها هنا. طبعا عوفك من هذا اللي صار، لان هذا يعني يكون انه موجود الفايل على الديسكتوب، لهذا مثل اللي هو يعني صار يعني واحد فوق الثاني، خلينا نسميه. اوكي، هسه اللي حيصير ايش؟ راح ارفع هذا الفايل. وين حرفعه؟ حرفعه الى المنصه، حيجي هسه ابو اللجنه الامتحانيه راح يذهب يفتح المنصه الموجوده امامه هنا.
الداشبورد راح يفوت على الصف او المرحله اللي يريد يرفع بها البنك اوف كويستشن. راح يروح على سيتنج، السيتنج وين حيروح هسه؟ حيروح على فشي اسمه امبورت كورس كونتين، نضغطها هنا، نجي نضغط هنا كونتين تايب، راح نقول له كيو تي اي زيب، حيقول لي اوكي، اختار مكانه، فتحناه، حيكون مثلا ها هو على الديسكتوب. زين، فمثلا هنا او ده موجود في احدى الفايلات، اختاريته، هقول له اوبن، هسه هو هياته، هقول له اوكي، استدعيه، انتظر قليلا. وهنا هو هياته، هسه بعد شويه لازم المفروض يصير رانينج، والمفروض يصير اخضر. اوكي اخضر هنا، هذا اللي كوني رفعته بطريقه ثانيه، ان شاء الله هسه حنعلمها لكم بعد قليل. اوكي هسه اني هذا من الرفع، ابو ليش امتحاني مباشره وين حيروح؟ حيروح على كوزز، احنا حنحكي بعدين بالنسبه لابو الامتحاني لازم شي يسوي، بس انا هسه بس اريد اشوفكم هذا الرفع كان صح لو غلط. فراح اروح وين؟ على الكوزز. اوكي نشوفه يا ترى هو وين ظهر. خلينا نقول هو ظهر في هاي الكويز، موجود امامنا، راح مثلا ناخذه، لنفرض هو هذا هسه هاي الصيغه اللي ظهرت. انا بس اريد اشوفكم هل الرفع صار كان صحيح ام لا. حنقول له مثلا بريفيو، شوفوا هي ظهرت الاسئله، ظهرت الاسئله، وهنا مجموعه الاسئله مباشره يقدر الطالب يتنقل بيناتهم. طبعا هسه هاي اللي هسه تكلمناه هو فقط عباره عن كيف الطريقة الأولى لكيفية عمل الأسئلة بصيغة الـ QTI، وشلون أرسلها التدريس إلى اللجنة الامتحانية في الامتحانات النهائية طبعا، وكيفية أبو اللجنة الامتحانية رفعها فقط إلى هسه المنصة، وتأكدنا أنه كرفع صحيحة. وايضا شفناها احنا اوكي بريفيو، بس في بعض الاحيان هي اوكي ترفع بشكل صحيح، لكن من نجي نفتحها تكون بها اشكالات فتعاد الى التدريس. فلذلك اعيد المطلب مال اللجنه الامتحانيه، اقل شيء لازم يكون التدريسي داز الاسئله للجنه الامتحانيه قبل 3 4 ايام قبل موعد امتحانه لغرض رفعها والتاكد منها. وان شاء الله يكون كل شيء على ما يرام. الصحه والسلامه للجميع، وشكرا لكم.